حاجه جميله جدا وحاجه محترمه، الواحد مش عايز يسيب الكلام ده وينتقل او يفكر مجرد تفكير في التعصب وما يحدث من البعض لمجرد ان انت كسبت بطوله او اكسب. والله ما حد صدقني، ما حدش بيبقى واخد باله، ان انا شخصيا يعني ما ببقاش واخد، اللي عايز يكسب يكسب، واللي عايز يتبسط يتبسط، واللي عايز يفرح مع جمهوره يفرح، حاجه جميله بالمناسبه ما حدش بيتضايق منها، ولكن اللي بيضايق الناس ان انت تتعدى باللفظ والقول على منافس افضل منك واحسن منك واكبر منك وبطولاته احسن منك واكتر منك وكل حاجه. انا بتكلم بالارقام، بتكلم بالارقام، وجمهوره اكتر منك، فمش عايزين التعصب يزيد، عايزين الامور نضع الامور في نصابها. هي مباراه لكره القدم ما بين الفريق الاقوى افريقيا وعربيا من حيث البطولات ومن حيث كل وجماهيريا وكل شيء، وما بين الفريق المنافس الدائم للنادي الاهلي خلال الفترات السابقه بالكامل. وبالتالي عايزين نضع الامور في نصابها، عايزين نضع الامور في نصابها. بطل الدوري هيلاعب بطل الكاس، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. بالمناسبه النادي الاهلي ممكن يكسب، نادي الزمالك ممكن يكسب، لكن في النهاية هي مباراة لكرة القدم، ما تحولوهاش لحرب، حرام عليكم. مش عايزين نحول مثل هذه الأمور لمثل هذه المباريات تبقى حرب رياضية داخل الملعب، حرب تنافسية ما بين الجمهور في المدرجات والأغاني الجميلة اللي يعملها جمهور النادي الأهلي، اللي أنا متأكد، أنا معرفش، لكن أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي هيعمل كده، متأكد أن هيكون هناك تنافس شريف ما بين الجمهورين. جمهور عفوا انا اسف طبعا عندي شويه برد، فمعلش استحملوني في الكحه النهارده شويه. انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هيفضل ورا فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، متاكد ان جمهور النادي الاهلي في الامارات متشوق لرؤيه لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، متشوق ان هو يشجع كل لعيبته وكل جمهور وكل جهازه الفني، متشوق ان هو يشوف مجلس اداره النادي الاهلي.